السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جولتنا رح تكون من المتحف المصري الكبير في ميدان التحرير في القاهرة. مثل ما نحن شايفين هاي البوابة الخارجية للمتحف، المتحف بحد ذاته هو تحفة معمارية من الخارج والداخل، ولكن من الخارج أروع بكتير من الداخل. بني بشكله الحالي من أوائل القرن العشرين، وافتتح عام 1902 في أيام الخديوي عباس حلمي الثاني. يعود الفضل بتأسيسه لمهندس فرنسي هو صاحب الفكرة، ولكن المنشئ غير مهندس طبعا. صاحب الفكرة اسمه أوغست ماريت، اللي هو كان بباله انه يعد يعمل متحف على النيل، وعمله فعلا متحف صغير بمنطقة بولا بعهد الخديوي اسماعيل، ولكن بسبب وجود نهر النيل وخطورة انفيضانه تم الانتقال الأثريات والمقتنيات لهذا المكان الحالي والمتحف بشكله الحالي. هو من أكبر المتاحف بالعالم، وهو من أقدم الأبنية بالعالم اللي صممت إنه تكون كمتحف. المتحف مقسم لعدة قاعات، كل قاعة بتحتوي لعصر معين، يعني عصر الدولة القديمة، عصر الدولة المتوسطة، عصر الدولة الحديثة، العصر اليوناني والعصر الروماني. بقاعة الرئيسية بالبهو الرئيسي نحن شايفين هلأ تمثالين ضخمين للملك أمنحوتب الثالث وزوجته وبنته. هذا التمثال كتير كبير، على علو طابقين، ضخم جدا. رح نلاحظ هلأ المقتنيات والآثار الفرعونية، والأكثر شيء القبور، يعني المومياءات وشواهد القبور ولوحات اللي بتخلد عمل الفراعنة، ولوحات بتخلد القرابين لما تتقدم للفراعنة، وتماثيل كثير كثير كثيرة لأي شخص مهم بالدولة. مو شرط يكون، ممكن يكون كاهن، ممكن يكون كاتب الكاهن، ممكن يكون كاتب الملك، ممكن يكون الملك نفسه أو حدا من الأسرة الحاكمة. رح أعلق على بعض التماثيل المشهورة، والباقي كله يعني كله تماثيل مو معروفة بالنسبة إلي طبعا. أنا ما قدرت أحفظها لأنه المبنى كتير كبير ومحتاج 3 ساعات على الأقل لحتى تلف فيه. هاي الصورة اللي عم نشوفها، هذا الملك رمسيس الثاني وهو صغير، وهي لوحة ميرنت باح، أشهر لوحة بعهد رمسيس الثاني. هذا نموذج للإسكندر الأكبر، وهي لوحة فسيفسائية. هي لوحات بورتريه كتير مشهورة، رسم تم اكتشاف أكثر من 20 لوحة، مثل هي لوحة الأخوين اللي شفناها، على وضعها من الألف الأول ميلادي، وهي اكتشفوها بالفيوم. هاي الملكة حتشبسوت اللي هي بتشبه أبو الهول، عاملين تمثال مصغر، هذا وش الملكة حتشبسوت، وهي برضو تمثال الملكة حتشبسوت. واللي شفناه التمثال الحجري الأول هو الملكة حتشبسوت على شكل إله أوزاريس. طبعا هن كانوا بيعتقدوا تماما بتعدد الآلهة، لكن إله الرئيسي هو آمون إله الشمس. فيما بعد أمنحوتب الرابع سمى نفسه أخناتون، واعتنق بتوحيد آلهة، وسماها آلهة واحدة وهي إله الشمس آتون، لأنه آمون معناها إله القمر. والعياذ بالله، والحمد لله على نعمة الإسلام في آخر المطاف طبعا. لكن هلأ نحن حنشوف عدة تماثيل كتير كبيرة، ومثل ما قلت لكم كتير كتيرة، والمتحف محتاج 3 ساعات على الأقل لحتى تزوروه. أنا يعني كتير ممتع للزيارة، بقترح على كل واحد عم يسمعني إنه يتوجه فورا للزيارة، كتير ممتع. وإذا كان معك أسرتك كمان رح تنبسط كتير. سعر التذكرة 30 جنيه للشخص العربي أو المصري، وهو بيتألف مثل ما قلنا من طابقين، ولكن بيتألف من 6 قاعات رئيسية كبار. لحتى تفتلهم كلهم محتاج أنت 3 ساعات. هلا رح يمرق معنا بس قاعة اسمها قاعة يويا وتويا، وطلعت انه هدول يعني حما وحمات الملك أمنحوتب الثالث، بس المقبرة تبعهم الملكية
والقاعة كتير رائعة وفيها مقتنيات كتير كبيرة وفيها أقنعة مذهبة، والتابوت نفسه بيكون مذهب أو مطلي بالذهب وكتير فخم وكتير كبير. طبعا بيوجد القناع الذهبي المشهور للملك توت عنخ آمون، لكن ممنوع من التصوير، ولكنه تحفة رائعة جدا جدا جدا. إذا ممكن تشوفه أنت على النت تشوف التفاصيل كتير كتير حلوة. موجود طبعا هو وعدد من مقتنياته. طبعا الملك توت هذا ابنه للملك أخناتون، قتل قبل ما يتجاوز عمره 18 سنة، يعني قتل صغير ونصب كمان عمره 16-17 سنة. لكن المملكة والاحتفاء فيه وإنه الملك توت عنخ آمون وهيك، يعني إنه أعاد عبادة إله آمون ونسخ ما فعل أبوه ومن عبادة إله الشمس آتون. مثل ما نحن شايفين في معظم الأواني من الفخار، معظمها من حجر اسمه الأباليستا، بيشابه كتير لحجر اسمه حجر معروف عنا اسمه المرمر. كتير كانوا يستخدموه وكتير بينحتوا منه، لغاية الآن مستخدم بعدد من المقتنيات. إذا بدك تشتري تذكار على شكل هرم أو فخار أو جرة تشبه الفخار، فهو من حجر الأباليستا، كتير كتير حلوة. إن شاء الله منصوره لما نروح على القلعة هنيك، في كتير مشهور هذا الحجر، بيعملوا منه كتير أشياء. موجود بجبل مقطم آل بكثرة. هدول أواني برونزية، طبعا بيرجع للعهد البرونزي، طبعا من العهد اليوناني وأنت جاي. في قرآن، على في قرآن قديم هلا بيمر معنا من أوائل العصر الإسلامي، هذا هو. وطبعا هذا الأشياء اللي عم نشوفها، التماثيل السوداء بالذات، أو هذا مثلا المومياء اللي عم نشوفها الأسود، شوفوا النحت الرهيب، شوفوا روعة النحت. طبعا هي كتابات، هاي اللغة الهيروغليفية كانت على شكل كتابات على شكل رموز، أما طائر وهيك شيء، يعني هدول كلهم رموز، هي كتابات. هذا الحجر اسمه جرانيت، وفي منهم من البازلت، والاثنين صعبين جدا، وخاصة الجرانيت انك تنحت عليهم او تحفر اي شيء. ففعلا شيء رهيب ومبدع كيف تم الحفر عليهم وبهالضخامة وبهالروعة. هي منظر من فوق حتى تبين، وهذا هو منظر تاني من الجرانيت طبعا اللي قلت لكم عليه. هاي اواني فخارية وأباليست اللي كانت مستخدمة بهداك العصر. هاي هي المقبرة اللي عم بحكي لكم عنها، اللي قلت لكم عنها انه لحمات وحما الملك ابن حوتب الثالث. لا اترككم هلا مع مجموعة من الصور، لانه انا الشرح ما حيكفي ابدا، لانه انا ما عندي معلومات كافية للتماثيل كلها، لاني بصراحة لانه لو بدك تحفظ هي بدك كتير كتير معلومات حتى تحفظ وتتذكر والمعلومات وانت موجود هنيك لازم. لكن للأسف ممنوع تصوير الفيديو، فقط تصوير بالصور. ان شاء الله يكون عجبكم الجولة، ولا تنسوني من التعليقات سلبا او ايجابا، وتشتركوا بالقناة اذا اول مرة بتشوفوا القناة، وتشوفوا الفيديوهات السابقة وتستنوني فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.